فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40. حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك. قال: بأن نفخ الروح يحصل بعد 40 يوما فقط. يحصل له سنة اليوم؟ نعم. يعني وهو نطفة أو علقة من قبل. ثم إذا قالوا عاد فهم الحديث، هل العلماء كلهم من عهد الرسول إلى الآن ما فهموا حتى جاء هذا المسكين وقال: أنا فهمت؟ ما الكلام هذا؟ نعم.